على التليفون كابتن عصام الحضري. كابتن عصام، كابتن خالد، ازيك؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ والله الحمد لله يا كابتن خالد. كابتن، اتفقت خلاص مع الدكتور كابتن كامل ابو علي على المحامي بتاع سيون؟ يعني بص يا كابتن خالد، عايز اقول اتفضل. لك حاجه. والله العظيم انا حزين للغايه ان الواحد كل ما بدي حياته لبلده او كان للنادي الاهلي اللي لعبت فيه 13 سنه ونص، وعايز اقول لك حاجه للباشمهندس عدلي والاستاذ ابراهيم منيسي، انا واحد بحب النادي الاهلي اكتر منكم انتوا الاثنين، وانا عطيت للنادي الاهلي حياتي كلها. النادي الاهلي عطاني، جماهير النادي الاهلي عطتني، بس انا عطيت للنادي الاهلي اكتر منكم انتوا الاثنين، لان الاستاذ ابراهيم لما يطلع يقول ان معلومه لازم يتاكد منها يتاكد منها. انا اخاف يحصل بكره نصيبه في النادي الاهلي يقول لك عصام الحضري هو سبب النصيبه، رغم ان انا اصلا علاقتي اتقطعت اصلا، والموضوع ده ما كنتش عايز اتكلم فيه ولا من قريب ولا من بعيد، لان انا اصلا الحاجات اللي بتبقى كدب دي والحاجات اللي بتبقى متسبكه ما احبش ارد عليها خالص ولا احب اديها اي اهميه. بس اللي انا سمعته طبعا، لان انا اول مره اسمع الحوار بتاعك دلوقتي، وانا اول مره اسمع الموضوع ده. وقبل كده الموضوع ده الناس كتير قالت لي عليه وما ردتش عليه من قريب ولا من بعيد. ان انا واحد مش عارف اقول، يعني لو في بكره حصل. بص، استاذ كامل ابو علي كان معايا من شويه عصام، وقال لي ان هو ما سمعش صوتك من ايام ما كان مشكله المريخ دي، من حوالي 6 شهور، ولا ليك علاقه بيه ولا كلمته ولا ده استاذ كامل ابو علي، وان المحامي اساسا مش سويسري الجنسيه. الحمد لله انت قلت، يعني هي دي حقيقه. انا يمكن فتره كبيره، ايام عشان انا قلت استاذ كامل اول فتره الاعداد ما قابلتش مستر كامل خالص، وما فيش اي حاجه. انا واحد بحب النادي الاهلي، ازاي انا اتدخل؟ في خلافات، دي حريه شخصيه، في خلافات بين النادي الاهلي وفي خلافات بين النادي المصري. انا مالي، انا كل الاحترام للناديين، ولو اولى ان انا هقف مع النادي الاهلي، النادي اللي هو رباني، والنادي الاهلي اللي وقف معايا، والنادي الاهلي اللي ساعدني واللي عمل عصام الحضري. اما انا ما ينفعش اقف ضد النادي الاهلي في اي حاجه، لان زي ما قلت لك ده حاجه بين الناديين، انا ما فيش ليا تدخل فيها. ورغم كده لو في حد بياخد رايي مش هقدر اقف قدام النادي الاهلي بتاعي اللي هو رباني وعملني. اما تطلع معلومه بالطريقه دي ان عصام الحضري راح جاب محامي سيون، ولا راح جاب محامي، انا مالي ولا جاب محامي، ولا دعوه بمحامي سيون ولا دعوه بمحامي. والخوف يا عصام، الخوف يا عصام ان معلومه زي دي هي غير صحيحه بالمره، هتقوم الناس عليك. فيعني وانت مالكش دعوه بالقصه، وانا ماليش دعوه. كابتن خالد ماليش دعوه بالموضوع، ولا قلتلك ولا يهمني الموضوع حاجه. عصام انا بقالي قد ايه ما شفتكش؟ انت معايا في العمر، بقالي قد ايه ما شفتكش؟ والله انت واحده كل ده، بقالي قد ايه ما شفتكش؟ يمكن من اخر حلقه كنا مع بعض فيها. صدقوا بالله، وانا بحلف على هوا، اقسم بالله العلي العظيم، عصام ولا بقالي كتير ما شفتوش ولا كلمته في الموضوع ده، واول مره على الهوا قلت لهم بالصفه طول يا عصام الحضري دلوقتي على التليفون، عشان حبيت ان انا ابرأ عصام الحضري، لان انا علمت ان الكلام ده مش صحيح، وان لان انا قبل الحلقه مع الاستاذ كامل ابو علي قال لي على المحامي وجنسيته ايه ومين ويعرفه منين، ففوجئت بالمهندس عدلي القيعي بيقول هذا الكلام، هو الاستاذ ابراهيم منيسي، وللاسف استاذ ابراهيم منيسي ومهندس عبد القيعي كان بينادوا دايما، يقول لك اللي يقول كلمه على الاهلي لازم يتاكد ويجيب المصدر، عشان لا يعني حلال عليكم وحرام على غيركم. لا يعني انا بقولها لكم دلوقتي يا باشمهندس عدلي، يا استاذ ابراهيم تاكدوا من المصدر، جيبوا عصام الحضري على التليفون، لو ممنوع انه يخش في قناه الاهلي كلموه قبل الهوا، كلموا الاستاذ كامل اتاكدوا، لكن ما تقولوش معلومه تقوم جمهور الاهلي على عصام الحضري، والراجل ما عملش حاجه خالص، ولا جاب سيون ولا جاب محامي ولا جاب اي حاجه. اتفضل يا عصام. كابتن خالد، عايز اقول لك حاجه. انا اولا يعني عايز اقول حاجه، هقول هتكلم في حاجتين. انا فيها طبيب في حياتي ما بخافش الا من اللي خليني، يعني ربنا هو سبحانه وتعالى هو اللي بخاف منه. وبجتهد وبتعب وبتوكل على الله وبحترم اي حد. دي حاجه، وما بخافش اي حد، لو اي حاجه ربنا كاتبها لي هاخدها، يعني هاخدها. تمام. الحمد لله الواحد بيجتهد في شغله وعارف مكانته، والطبيعي ان الحمد لله ربنا كرم الواحد. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه عايز اقول للاستاذ ابراهيم والباشمهندس عدلي، انا من الناس دي اللي انا بحبها. ولحد ممكن يكون في نقطه خلاف، بس انا يمكن باشمهندس عدلي القيعي والاستاذ ابراهيم منيسي بحبه، كاستاذ ابراهيم منيسي بحبه كاعلامي، والباشمهندس عدلي راجل يعني عشره، بيجيب صفقات وراجل يعني بيحب تفوق، حاجات جميله. اللي انا بطلبه منهم حتى هو لو موضوع ان انا اعمل مداخله مع النادي في قناه الاهلي او ما اعملش، دي حاجه ما يعني ما تخلينيش انا اتضايق، لان الحاجات دي وجهات نظر زي ما قلت لك. يعني مش هعمل هبقى مبسوط، ولو ما عملتش مش هبقى مبسوط.
يعني الموضوع عندي انا باخده ايزي معايا، ما فيش اي مشكله عندي خالص. بس اللي انا بطلبه منهم ان هم زي ما هم بيقولوا ان احنا نتاكد من اي معلومه صحيحه. كنت اطلب منهم ان هم معاهم رقم تليفوني يطلبوني ويكلموني ويقولوا لي يا عاصم حاضر حصل كذا كذا كذا. لو في حاجه هطلع اقول لهم، لو ما فيش حاجه هطلع اقول لهم لا ما فيش اي حاجه حصلت. دي اللي انا بطلبه منهم. اما ان احنا نعمل فرقعه عشان يخلي الناس تزعل مني او تاخد مني موقف، ورغم كده انا برضه مش هزعل من حد ولا متضايق من حد ومش هخاف من حد خالص. ربنا سبحانه وتعالى واحد بس هو اللي هخاف منه. شكرا كابتن عصام الحضري.